الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بشكل طفيف في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما شهدت انخفاضا في أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا 147,700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. وأشار المصدر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147,250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار صرف الدينار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,900 دينار لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بواقع 147,500 دينار لكل 100 دولار. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن وجود عجز يبلغ 80 مليار دينار برواتب شبكة الحماية للأشهر المتبقية من العام الحالي، نافية وجود شمول جديد بها حاليا. وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد إن الأموال المخصصة للهيئة خفضت من 5 تريليونات إلى 3 تريليونات و500 مليار دينار، مضيفة أنه تمت مناقلة تريليوني دينار من الأموال المخصصة للهيئة إلى تنمية الأقاليم، فضلا عن مناقلة 70 مليار دينار إلى هيئة ذوي الإعاقة، ما أدى إلى عدم إمكانية فتح شمول جديد للإعانات. أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط محاولة لتهريب عجلات تحمل أطنانا من حديد السكراب، كما ضبطت حالات التلاعب في منح قرض خلافا للضوابط في محافظة ديالى. وقالت هيئة النزاهة إن مكتب تحقيق ديالى أحبط محاولة تهريب 8 عجلات محملة بحديد السيارات المكبوس، تم تهريبها من الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة. وفي ذات السياق أكدت هيئة النزاهة أنها ضبطت قرضا في ديالى تم منحه خلافا للضوابط المعمول بها. قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغيبر إن القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع أجور الشحن عالميا. وأضاف الجغيبر أن المحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع التموينية وغيرها يتطلب مساعدة القطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات الائتمانية بكلفة منخفضة خلال هذه الفترة وتفادي انقطاعها أو حدوث نقص فيها، بما في ذلك استيراد مدخلات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في توفير احتياجات السوق من السلع المنتجة محليا ولغايات التصدير. ارتفعت أسعار الذهب عالميا على خلفية ضعف الدولار بسبب حذر المستثمرين من قبل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي خطط لتقليص السياسة النقدية. ووصل سعر الذهب الفوري إلى 1806 دولارات للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى نحو 1807 دولارات. وقال محللون اقتصاديون إن الذهب يستفيد من عمليات شراء التحوط من المخاطر من قبل المستثمرين مع ضعف الدولار. سجلت أسعار النفط قفزة كبيرة بعد أن أثرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية تراجعت بحدة أكبر مما كان متوقعاً الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً لتصل إلى 73 دولاراً فاصل 81 سنتاً للبرميل. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتاً لتصل إلى 72 دولاراً فاصل 3 سنتات أو 3 سنتات للبرميل. وأظهرت بيانات من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت نحو 5 مليون برميل للأسبوع المنتهي، وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 6 مليون برميل. ختام الموجز، إلى اللقاء.